رسمنا قبل كده حرف النون، ولكن نحن بصدد طريقة لتجميع الحركات. هذا الجزء رسمناه قبل كده وطوله حوالي نقطتين، ونقول عليه واحد زائد الكاسة بتاعت النون زائد الحركة اللي هي بيبقى في منتصف النون، بدي رقم 2 ودي رقم 3. هنقول ان دي تجميعة رسم حرف النون، هذه حركة وطلعت وعملت النقطة. في نون بشكل تاني، برسم دال وسميها واحد، ثم انتقل الى اليسار بهذه الحركة عشان اعمل نقطة النون بالشكل ده، وهذه ايضا نون، واحد اثنين واطلع ثلاثة، هذه ايضا نون. طيب نيجي لرسم حرف الهاء. الحركة الاولى واحد حركة، الثانية فاء، بجمع الحركة الأولى مع الحركة الثانية يبقى واحد اثنين هرسمها. طيب فيها بشكل تاني وسطية، هذه واحد تنزل تحت السطر، وفيها منتهية، دي حوالي نقطة. في عندنا كيف نرسم هاء مفردة، ادي واحد زائد حركة من اسفل لاعلى بهذا السهم، نجمعها مع بعضها، ادي واحد اثنين ثلاثة، هاء مفردة. رسم حرف الياء، جزء اول نسميه واحد برضو كالعادة، ثم حركة من اليسار بهذا السهم إلى اليمين زائد كاسة النون يبقى واحد اثنين، بنقسمها إلى مجموعة حركات مع الاهتمام بالشكل، مع الاهتمام بقواعد تنزل تحت السطر مستقرة على السطر، كل ده مهم. ادي الحركة الاولى، الحركة الثانية، الحركة الثالثة هي كاسة النون. لو عايز ارسم باء او نون باء ياء او باء ياء، باء او نون او ياء، ننتقل إلى
رسم لفظ الجلالة. عندنا الألف ثم اللامين ممكن يرسم بهذا الشكل لفظ الجلالة، ثلاث نقاط، الفراغ أيضا نقطة، وهنا ممكن يبقى نقطة ونصف، ثم الهاء بالشكل هذا، ممكن اللامين بالشكل هذا، أما الهاء بالشكل هذا، وهذه الألف، وبرضو نلاحظ أن الهاء أعلى من السطر بنقطة تقريبا. مع ملاحظة زاوية ميل الحروف، الألف مع اللامين مع الهاء، كذلك هنا درجة الميل، أن الأول أعلى من الثاني.